السلام عليكم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مدرسة الكاريزما. اتكلمنا كتير في موضوع الكاريزما وازاي الكاريزما بتتكون، ولكن طول ما احنا كده ماشيين في مدرسة الكاريزما كان في ناس بيبقى عندها شوية أسئلة. الأسئلة دي بتدل ان في مفاهيم مغلوطة كتيرة جدا موجودة حوالين فكرة الكاريزما، وعشان كده في الفيديو البسيط اللي انت بتشوفه دلوقتي قررت ان انا ألم لكم كل المفاهيم المغلوطة عن الكاريزما ونجاوب عليها مع بعض. بفكرك في اول الحلقه دي ان انت لازم تكون عامل اشتراك هنا في القناه ومفعل خاصيه الجرس عشان تقدر تتابع مدرسه الكاريزما، تقدر تتابع تلخيصات الكتب، وتقدر تتابع مواضيع السوفت سكيلز اللي بنتكلم عليها في البرنامج. برنامج ممكن ياثر في حياتك ولو نسبه 1%، فما تبخلش انك تعمل له اشتراك عشان تفضل دايما متابع كل حاجه اول باول. طيب، اول مفهوم غلط الناس بتقوله دايما عن الكاريزما او بيجي في دماغ الناس عن الكاريزما هو ان الكاريزما هي حاجه لا يمكن تعلمها، الكاريزما هي حاجه فطريه وبس. يمكن الكلام ده كان موجود زمان لما كنت بتشوف مثلا كده ان في رئيس معين او قائد معين او مغني او ممثل او اي حد انت بتشوفه كده على الشاشة وتقول ياه الناس دي كان عندها كاريزما وانا شخصية عادية ما عنديش كاريزما. ويمكن كانت دي الفكرة اللي الناس بتحاول تزرعها في عقول الناس، ان الناس اللي عندهم كاريزما هم اللي باينين وانتوا كناس عادية ما عندكوش كاريزما والكاريزما بتاعتكوا دي ما تسويش اي حاجة بالنسبة للكاريزما اللي عند الناس التانية. لكن مع تطور فكرة البيرسونال ديفلوبمنت اللي كانت موجودة في خلال السنين اللي فاتت كلها ابتدت الناس برضو تركز في موضوع الكاريزما وتحللها وتوجد ايه هي اساسيات واسس الكاريزما. واللي يثبت الكلام ده ان الكاريزما ما بقتش حاجه احنا بنسمعها كده وخلاص ونقول ياه ده عنده كاريزما وخلاص. دلوقتي بقى فيه مدارس، بقى فيه دورات تدريبيه موجوده على مستوى العالم كله بتعلم الكاريزما وبتعلمها بفلوس غاليه جدا. بقى فيه كتب بتتكلم عن الكاريزما وازاي تطور الكاريزما بتاعتك، بقى فيه مقالات مخصوصه للكاريزما ومقالات بتنزل في مجلات عالميه زي الفوربس ماجازين. بقى فيه خبراء في فكره التطوير الذاتي بيتكلموا في التلفزيون وعلى تيد على ازاي تطور الكاريزما بتاعتك، والناس دي دارسه الموضوع بقالهم كام سنه. خبراء التنميه الذاتيه زي توني روبنز واي حد تاني بيطلع ويتكلم مثلا في حاجه زي تيد واللي معروف ان هي مش بتجيب اي حد وخلاص، الناس دي بقت بتتكلم بصوره كبيره جدا على ازاي تطور الكاريزما اللي جواك. وكل الكلام ده يثبت ان الكاريزما هي حاجه انا اقدر اشتغل عليها. مدرسه الكاريزما برضو اللي انت بتشوفوها دلوقتي على اليوتيوب او بتخش وتشتركوا فيها على يوديمي، المدرسه دي برضو معموله من الكاريزما اكاديمي اللي بتتقدم في امريكا. فالعالم كله من حوالينا دلوقتي مركز في موضوع الكاريزما، مركز ازاي تطور الكاريزما بتاعتك، وكله مقتنع ان الكاريزما هي حاجة انا اقدر اتعلمها واقدر اطورها ومفيش حاجة اسمها كاريزما فطرية وخلاص. اللغط اللي بيحصل هنا لان في فعلا جزء في الكاريزما هو الجزء ده ممكن يكون فطري. الجزء الاخير اللي احنا دايما بنركز عليه هنا في البرنامج على اليوتيوب واللي ليه علاقة بفكرة البروجيكشن او اظهار الكاريزما. زي ما اتفقنا مع بعض ان الكاريزما هي 4 خطوات المفروض ان انت تطور كل خطوة عشان توصل للكاريزما دي، واخر خطوة متعلقة بفكرة اظهار الكاريزما اللي جواك. بعض الناس عندهم اظهار فطري للكاريزما حتى لو كان الاظهار ده غير حقيقي، يعني ممكن كده يكون عندهم زي كاريزما فطرية بتجذب الناس ليهم عشان تبص عليهم، ولكن لما الناس تقرب منهم تلاقيهم كده من جواهم فراغ. بعض الناس التانية عندهم المبادئ بتاعت الكاريزما برضو ولكن مش بيعرفوا يعملوا لها البروجكشن دي او الاظهار ده، فالناس بتقول الناس دي ما عندهاش كاريزما. ولذلك اخر خطوة دي احنا بنركز عليها هنا في اليوتيوب اللي هو ازاي تطور البروجكشن او اظهار الكاريزما بتاعك. ولكن موضوع الكاريزما ده موضوع كبير جدا، لازم تمسكه من الاول خالص، لازم تمسكه من انت مين، انت شايف نفسك ازاي، المعتقدات والقيم بتاعتك ايه، هي فكرة الثقة بالنفس اللي جواك ايه، فكرتك عن نفسك وعن الناس وكل الكلام ده. فلذلك احنا هنا في البرنامج بنركز على اخر جزء بس، ولكن كل الاجزاء التانية موجودة في الكورس اللي على يوديمي. تاني فكرة مغلوطة الناس بتبقى شايفاها عن الكاريزما هي ان الكاريزما مش حاجة اساسية، الكاريزما هي حاجة فرعية او الكاريزما لما انا اتعلمها وانا اطورها مش هوصل بحاجات كتيرة جدا في حياتي. الحقيقة بقى اللي في الموضوع ده هو ان الكاريزما هتدي لك تقريبا كل حاجة انت بتدور عليها في حياتك، علاقات كويسة، شغل كويس، حياة اجتماعية كويسة حواليك. شوف مجلة عالمية مثلا زي الفوربس ماجازين اللي هي اشهر مجلة عالمية في مجال الاعمال. المجلة دي نشرت تقرير بتقول كده فيه ان رواد الاعمال لازم يكون عندهم كاريزما ولازم يكونوا بيشتغلوا علشان يطوروا الكاريزما بتاعتهم دي علشان شغلهم يكون ناجح. ودي حاجة منطقية جدا لان انا كرائد اعمال
في ناس شغالين معايا، وبالتالي لازم اكون انا انسان عندي كاريزما عشان اقدر اسيطر على المجموعه اللي شغاله معايا، ولازم يكون عندي كاريزما عشان اقدر اوصل صوتي او مشروعي ده للناس اللي بره. الكاريزما هتنقلك في اماكن انت ما كنتش متخيل انك ممكن توصل لها، زي مثلا فكره انك تترقى بسهوله، زي مثلا فكره انك يكون عندك علاقات احسن بكتير من اللي موجوده دلوقتي. كل الكلام ده الكاريزما بتوفره لك، لان ببساطه شديده جدا لما بتشتغل انك تطور الكاريزما اللي جواك، انت مش بتطور حاجه اسمها كاريزما، انت بتطور الشخصية بتاعتك كلها. انت بتعرف حاجات عن نفسك انت ما كنتش عارفها، بتبتدي تمسك كل خطوة في خطوات حياتك وتحللها وتشتغل عليها وتكبرها، بتوصل لنسخة احسن بكتير جدا من اللي موجودة دلوقتي. لذلك لو انت هتخيرني بين ان انا اتعلم مثلا حاجة زي السوفت سكيلز مع ان هي مهمة جدا، او بين ان انا اتعلم حاجة زي الكاريزما، انا هختار اول حاجة الكاريزما وبعدين السوفت سكيلز. تالت حاجة الكاريزما متعلقة بفكرة ان انا اكون جذاب، ان انا اكون بجذب الناس، ان الناس تبص عليا واكون انا مصدر الوجود الوحيد في هذا المكان، او اكون انا مصدر التأثير الوحيد الموجود في هذا المكان، او اكون انا اعلى من باقي الناس فالناس بصالي لفوق. طبعا جزء مهم جدا في الكاريزما هو انك تقدر تجذب انتباه الناس، عشان الناس تقدر تسمع افكارك، عشان الناس تقدر تقرب ليك وتعرف انت مين. من غير الجزء ده كل الحاجات التانية مش هتبقى موجودة، ولكن الكاريزما الحقيقية متعلقة بالناس مش متعلقة بيك انت. الكاريزما الحقيقية هي قدرتك على احداث تغيير في حياة الناس، قدرتك على احداث فرق في حياة الناس. الكاريزما الحقيقية، وخد السر ده مني، هي قدرتك على احداث فرق في شعور الناس عن نفسهم. لو قدرت تخلي الناس تبقى مبسوطة اكتر بنفسها، لو قدرت انك تشجع الناس انها تعمل اي حاجة، لو قدرت انك تعمل اي تأثير ايجابي ولو صغير في حياة الناس، فانت كده انسان عندك كاريزما. احنا انتهينا خلاص من عصر تأليه الناس، ان احنا نشوف الناس الكبيرة على اساس ان دي ناس يعني واو ما حصلتش. دلوقتي بنشوف الناس المفيدة هي الناس اللي بتفيدنا احنا شخصيا. دلوقتي بنلتف حوالين الناس المهمة علشان هم بيدونا استفادة لينا احنا، بيأثروا في حياتنا ولو بجزء صغير. خلاص العالم ما بقاش زي زمان، ما بقتش فكرة ان انت بتشوف حد ممثل ناجح كده ان هو خلاص ده بقى كل الكاريزما وده هو الحد اللي انت عايز تعيش زيه. لا، بقيت تدور على ايه اللي يناسبك، ايه اللي يبنيك. الموضوع ده يمتد للكاريزما. انت عشان تكون عندك كاريزما، انت مش هدفك الاساسي ان انت تكون مصدر الاضواء في اي مكان، انت هدفك الاساسي تكون انت مصدر من مصادر العلم اللي موجوده في المكان ده. وعشان تعمل كده لازم تكون بتقدر انك تشد انتباه الناس عن طريق الاي كونتاكت بتاعتك، عن طريق البادي لانجوج بتاعتك، عن طريق كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها في البرنامج. ولكن خلي هدفك الاساسي دايما اللي في دماغك هو انك تحسس الناس بشعور كويس عن نفسهم، هو انك تشجعهم لو انت مش في ايدك اي حاجة تعملها علشان تساعدهم بيها. رابع مفهوم مغلوط هو ان انا مقتنع ان الكاريزما ممكن اتعلمها وهتأثر في حياتي، والكاريزما ليها علاقة بالناس، ولكن صعب ان انا اتعلمها. تعلم الكاريزما في حد ذاته مش حاجة سهلة. الكاريزما زيها زي اي حاجة انت بتتعلمها في الحياة، محتاجة حاجتين اساسيتين، محتاجة معرفة ومحتاجة تدريب. المعرفة انت بتاخدها من على اليوتيوب هنا، او من على الكورس الموجود على يوديمي، او من على اي مكان تاني بيتكلم عن الكاريزما. ولكن الجزء اللي في ناس كتير جدا ما بتحبش ان هي تعمله هو جزء التدريب، ان انا اخد المعرفة دي وابتدي اطبقها في ارض الواقع. وانا هنا مش حابب ان انا اقول لك بقى على حاجة تقنعك، انا حابب ان الناس اللي كانت بتتابع مدرسة الكاريزما او اخدت الكورس الموجود على يوديمي تدخل في الكومنتات وتكتب لما هي اتدربت على الكاريزما الموضوع اختلف معاها ازاي. انا عايز اشوف الناس اللي فعلا فرقت معاها موضوع الكاريزما يدخل ويكتب كومنت ويقول ان الموضوع فرق معاه، عشان يكون باين قدام الناس التانية ان فعلا لما انت بيبقى عندك المعرفة ولما بتتدرب تقدر توصل للكاريزما اللي انت عايزها دي. الفيديو ده كان مهم جدا ان احنا نتكلم فيه ونوضح المفاهيم المغلوطة ديت، علشان المفاهيم دي لو اتصححت في دماغك ده هيكون اول طريق ليك انك تتعلم الكاريزما. شكرا ليكم، وبفكركم بكورس الكاريزما اللي موجود على يوديمي، والكورس اللي بيتكلم مخصوص على الثقة بالنفس والكاريزما وازاي تبني كل خطوة من خطوات الكاريزما. الكورس ده واخد موضوع الكاريزما من اوله لاخره، ازاي تطور الكاريزما والثقة بنفس جواك الاول، وازاي بعد كده تطلعها علشان تأثر على ناس التانية ويكون ليك تأثير ايجابي عليهم. الكورس ده هو حرفيا ممكن يغير حياتك. ادخل وبص على محتوى الكورس، بص على تعليقات الناس اللي اتكتبت على الكورس ده، وشوف الكورس ده هيناسبك ولا لا، ولو كده حاول انك تشترك فيه وبسرعة عشان الخصم ده لفترة محدودة. تنساش بقى لو الحلقة دي عجبتك برضو انك تعمل لها لايك وتعمل لها شير مع اصحابك. واشوفكم بقى على خير الحلقة الجاية ان شاء الله. كان معكم مايكل راشد، برنامج الزتونة. شكرا.